للأسف هي دي الحقيقة يا عمر. لو أنت كان عندك وقت وفكرت هتعرف إن أنا بتكلم صح. بس خلاص وقتك خلص. الجهاز عندنا تطور قوي كده في الجهاز. ممكن اعرف انا هنا ليه ومقبوض عليا بسبب ايه؟ على فكرة انا مرات الضابط هشام شريف الجندي. ايوه انت السبب. لو ما كنتش جيتي وقلتي لي ان دي مش مرات محمد بطل انا ما كنتش عملت كده، ما كنتش قتلتها. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت صوتك ده يا دكتورة مش كده؟ صوت الاستاذة رضوى الصحفية. تسجيل طويل ممكن نستنتج منه بكل سهوله كل حاجه عملتوها لحد ما اتصلتوا بيحيى العسل. ومين اللي قال ان ده صوتي؟ اي خبير اصوات هيميز صوتك بكل سهوله ويشهد بكده قدام النيابه وقدام المحكمه، واكيد هيتاخد بشهادته ولا ايه؟ انا عايز اكلم هشام جوزي. حقك وحقك كمان تتصل بمحمد كويس يخرجك من الورطه الكبيره اللي انت فيها. لو اتعاونتي معانا اكيد هنتعاون معاكي. فين الجزء؟ خبيتيها فين يا دكتور؟ خليه يتفضل. مش هتحتاج تتصل بحد. هشام باشا شرف بنفسه لحد هنا. الحقني يا هشام. خير يا منى، في ايه؟ كلموني في المستشفى قالوا لي انت هنا. الحقيقة مش خير أبدا يا هشام باشا. ممكن أعرف منى بتعمل ايه هنا؟ متهمة بالشروع في قتل. بيقولوا ان في تسجيل عندنا في البيت وان احنا تهجمنا على واحده وقتلناها. تسجيل ايه سيادتك؟ لو حضرتك عرفت محتوى التسجيل اكيد هتعرف انك مقبوض عليك انت كمان، ومعاكم الاستاذه رضوى الصحفيه. اتفضل اقعد يا هشام باشا، شكلك هتطول معانا شويتين. انا بقيت زيك يا عمر، عايش بس ميت على الورق. يعني انت دلوقتي مش شكري؟ زي ما انت بالظبط كده مش عمر، واسمك الجديد محمد مطر مش كده؟ ده انت عارف كل حاجه. اوعى تفتكر ان انا في اللعبه دي لوحدي، تبقى ساذج. عارف دي واضحه زي الشمس. عيوني في الجهاز قالوا لي على كل الترتيبات اللي كانت معموله لك عشان تسترد المليارات اللي تهربت بره مصر. الفلوس هو ده اللي انتوا عايزينه من الاول، مش مهم على جثه مين. والله يعني الموضوع مش شخصي يا عمر، يعني على جثتك، على جثه اي حد تاني مش مهم، المهم ان احنا نوصل للفلوس وبس. اه وانا عارف ان انت معاك رقم الحساب والاوراق اللي توصلك للفلوس دي. الكلام ده كله يخصني، فهتجيب الحاجات دي بقى بالذوق ولا؟ بس انت عارف يا عمر الأذية مش هتطولك انت بس، يعني هتقولي بقى لو طليقتك أم ابنك وجوزها لما يتورطوا في قضية قتل. لا ومش بس أم، معاهم رضوى كمان زميلتك. مكتب أستاذة رضوى منين لو سمحت؟ ادخل من هنا وآخر مكتب شمال. شكرا. يا رشا في ايه؟ معرفش، بسأله على رضوى. حبيبتي دي في ايه؟ انت مين؟ انا الرائد محمد عبد الله. استاذ رضوى لو سمحت اتفضلي معانا. اتفضل. معاك فين؟ كلمتين في المديريه. انت ازاي تجي لي لغايه هنا؟ ازاي تدخل عليا مكتبي قدام زمايلي؟ يعني يقولوا عليا ايه الناس دلوقتي؟ انا معايا امر بالنيابه بالقبض على حضرتك. ليه؟ حضرتك متهمه في جريمه قتل. قتل؟ ايوه قتل. مفيش داعي افسر اكتر من كده. حضرتك اتفضلي معانا بهدوء وما تضطرناش لاستخدام العنف مع حضرتك. مدام منى وهشام باشا احنا متحفظين عليهم بصفتهم شركائك في الجريمه. اتفضلي معايا. خير يا رؤوف بيه. الخير احنا اللي سبقنا بيه، بس فعلا اتقي الشر من احسنت اليه. لازمته ايه الكلام ده يا باشا؟ انا مش فاهم اي حاجه. كمال سليم
فاكرنا لعبة أطفال يتلعب بيها مرة والتانية وبعدين تترمي، بس احنا لعبة كبار، كبار قوي، وكل اللي حوالينا عبارة عن عرايس ماريونيت، احنا اللي بنحركها وبمزاجنا، ولينا في كل مؤسسة عروسة واتنين. هدي نفسك كده يا روف باشا وصدقني دي زوبعة وهتعدي. عمر ما وصلش المطار يا فندم، اتنين نزلوا من عربية وخطفوه. يبقى عملوها، كانوا بيراقبوه. مين دول يا فندم؟ الناس اللي كانوا عاوزين يقتلوه في الأول. طب يا فندم مفيش أي خيط يوصلنا ليه؟ حسن، الضابط حسن، أنت عارف إنه كان الدراع اليمين بتاع شكري، ممكن يوصلنا لعمر ولشكري كمان. شكري مين يا فندم؟ اتقتل. إيه دليلك إنه اتقتل؟ الجثة مدفونة فين؟ شفت ده بعينيك؟ لا يا فندم. يبقى كل شيء جايز ووارد. اسمع حسن، عاوزك تراقبه دقيقة بدقيقة. تمام سيادتك. التسجيلات وصلت للمباحث عن طريقي، وزمان بقى طريقتك وجوزها مشرفين هناك، ده إذا ما كانوش لسه في الطريق. ولو كمال بيه بقى حاول إن هو يساعدهم، فما تنساش إن ليك ابن، وأنا عارف إن هو وحشك أوي. تصدق أنا ممكن أعمل فيك خدمة، ممكن أجيب لك ابنك هنا وتحت رجليك، ساعتها بقى هجبرك إن أنت تتكلم من غير أي ضمانات. اللي جابك هنا حسن؟ في قلق في الجهاز؟ في كل أجهزة الدولة يا شكري، في حاجة غريبة بتحصل أو هتحصل محدش فاهمها، المهم إن في ناس كتير قوي هتروح في الرجلين تاني وبالسرعة دي؟ احنا كنا متوقعين ده من الأول. المهم دلوقتي إن احنا في خطر، ولو حصل والنظام وقع تاني أنا وإنت هنتحسب على رجالة رؤوف اللي وراه. طب وكمال سليم؟ يا باشا اللي هو كمال سليم طول عمره مظبط نفسه، بيلعب على كل الناس وعلى كل الحبال، محدش عارف يمسك عليه حاجة، ومش بعيد يكون مشارك في كل القلبان اللي حصل في البلد دلوقتي، هو اللي وراه. احنا فعلا ما عندناش وقت، احنا لازم ناخد اول طياره طالعه الفجر عشان نأمن نفسنا. خدت منه اللي انت عايزه؟ لا لسه. طب وبعدين؟ لا ساعه زمن بس، الموضوع ده هيبقى خلصان خالص. يلا تعالى معايا. مش هينفع، روف لسه مكلمني حالا وقال انه عايزني. خير في ايه؟ مش عارف، اديني رايح له عشان افهم، بس صوته ما كانش يطمن. طب موضوع التسجيلات اللي احنا بعتناها للمباحث اخبارها ايه؟ ماشي تمام، مسكوا اتنين والتالتة في السكة. تمام يا فندم. لقيت عمر؟ الرجالة اللي بيراقبوا حسن ما بلغونيش بحاجة، بس في اخبار جديدة عن عائلة عمر. طلقتوا ابنه؟ هي وجوزها والصحفية رضوى مقبوض عليهم وبيتحقق معاهم في النيابة دلوقتي. طب انا عاوزك تروح لضابط المباحث اللي قبض عليهم. في مكان تاني عاوزك تبعت رجالتنا على هناك هقول لك عليه، ومن غير ما حد يحس بيهم. تمام سيادتك يا فندم. قتل؟ انت متاكد ان الضابط قال انها متهمه في جريمه قتل؟ يا ريس متاكد من اللي بقوله لك، والجورنال كله سمع، انا بس ما كانش ينفع اقول لك الحوار ده في التليفون. انت سربعتني وخلتني جيت جاني وانا مش فاهم حاجه، اكيد في حاجه غلط. ايه اللي غلط بس؟ اكيد قبل ما يقبضوا عليها اتحرك كويس، دي صحفيه، هي لو الموضوع غلط ممكن توديهم في 60 داهيه. الغريب انها لا كلمتني ولا اتصلت بحد من الشؤون القانونيه عشان يقف جنبها، مع ان ده كانت اول حاجه لازم تخطر على بال اي حد في موقفها ده. كان ده لو كانت بريئه، لكن عشان هي عارفه الفضيحه قالت لك خلاص تجيبها من قصرها وتقفل على الموضوع. طب انت ما بعتش حد وراها عشان يسال ويستفسر؟ سيادتك ما امرتش، واحنا هنا ماشيين بالتعليمات وبس. طب انت عندك فكره هم خدوها اسم ايه ولا مديريه ايه؟ لا مش عارف، بس لو عايز اعرف لك في ثواني. من فضلك اعرف بسرعه، وانا من ناحيتي هعمل اتصالاتي. نورت الدنيا يا باشا، امور يا حلمي بيه. احنا سمعنا ان في مشكله بينك وما بين ضابط ومراته. تقصد حضرتك هشام الجندي؟ بالظبط كده. هيكون بيني وبينه ايه يعني؟ جهه امنيه عليا زي اللي سيادتك بتشتغل فيها، مهتمة بقضية الدكتورة منى وهشام بيه والصحفية رضوى. ليه؟ الإدارة مهتمة بأي تجاوز في أي قطاع من القطاعات، مش قضية بعينها، وأنت عارف سخفت الصحفيين والداخلية دلوقتي مش ناقصة صداعهم، ورضوى صحفية مش صغيرة، وبلاش تشيل الشيلة لوحدك، إحنا برضه يهمنا مصلحتك. وأنا لما أطبق القانون على جميع المواطنين بلا استثناء سيادتك تعتبر ده تجاوز؟ قانون إيه يا سماحة؟ تسجيل مجهول بطريقة غير قانونية وبدون إذن نيابة، يبقى فين القانون اللي أنت بتتكلم عنه؟
احنا بنعمل التحريات اللازمه عشان نتاكد من صحه التسجيل ده من عدم. خلص تحرياتك يا حضره الضابط وبعد كده امر بالقبض عليهم، لكن دلوقتي انا هاخدهم في ايدي وانا ماشي، ولغايه ما توصل بتحرياتك لدليل قانوني صدقني احنا هنبقى اول ناس في صفك. هيحصل ان شاء الله، هيحصل اوعدك. شرفت يا حلمي بيه. ربنا معاك. بس